السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا العتر في المنام للمرأة الحامل. تدل رؤيا العتر في المنام للحامل على حدوث تغيرات إيجابية وتطورات جميلة في حياتها، وأنها تنتظر بشرى سارة في القريب العاجل. رش العتر في المنام للحامل يدل على حدوث أمر جديد مفرح يغير مصير هذه المرحلة من حياتها، وسوف يكتب لها الشفاء إن كانت تعاني من مرض ما، وتشير إلى زوال حزنها وهمها وغمها وشعورها بالراحة والهدوء خلال فترة الحمل. رؤية العطور والمسك بروائح فواحة وزكية في الحلم للحامل تشير إلى أنها لها مكانة مرموقة في المجتمع لما تتمتع به من حسن الخلق وطيب المعشر والسلوك الجيد. رؤية انسكاب العتر على الأرض في منام الحامل يدل على خسارة مالية أو فقدانها لعزيز غالي. رؤية العتر الوردي في منام المرأة الحامل يدل على بسط الرزق والخير والمستقبل الزاهر والعيش مرحلة من السلام الداخلي والاستقرار والهدوء والسكينة. رؤية العتر في منام المرأة الحامل يدل على سلامة جنينها وأنه بصحة جيدة. رؤيتها لزجاجة العتر في منامها يدل على أنها سوف تلد مولود أنثى، وبصفة عامة فقد قال المفسرون أن رؤيا العتر في منام المرأة الحامل خير ويدل على قدوم الفرح والسرور تخص جنينها وولادتها. ورؤية الحامل أنها تضع وترش العتر على رأسها فذلك يبشرها بذهاب همها، وأيضا دلالة على المال، ورش على الجسم دلالة على الصحة والشفاء من المرض إذا كانت مريضة. رؤية الحامل عتر رجالي في المنام يدل على إنجابها طفل يشبه أبيه، وإن شممت الحامل في منامها عتر رجالي فقد يدل على اهتمام الزوج لها بولادتها، وإن رأت أنها تشم عتر رجالي غريب يدل على أن شخصا لا يتمنى لها الخير. رؤية الحامل بأنها ترش العتر على أقاربها دل على سلامة ويسر حملها وولادتها إن شاء الله، أما رؤيتها أنها تشتري العتر دليل على أن الله سوف يرزقها الكثير من الخيرات. شم عتر ذو رائحة زكية وجميلة للحامل يدل على أن ولادتها ستكون ميسرة. شم عتر كريه دلالة على تعرضها لمشاكل صحية. ورؤية الحامل بأنها ترش العتر المفضل لها على جسدها دل على سلامة الجنين وسلامتها. رؤية الحامل تشتري عتر يدل على الراحة النفسية. اشترت مجموعة من العطور يدل على اقتراب موعد ولادتها. اشترت عتر ذو رائحة جميلة يدل على خلق ودين هذه المرأة. لو رأت الحامل أن زوجها يهديها عتر يدل على إنجاب الحامل لطفلة جميلة والله أعلم، وإن رأت أنها أهديت عتر ورشت منه على ثيابها دل على أنها إنسانة هادئة تحاول السيطرة على توترها وخوفها من الولادة والله أعلم. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.